في إطار برنامج عمل وكالة بيت مال القدس الشريف للدعم الاجتماعي والذي تنفذه بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وتحت الإشراف المباشر لجلالته لفائدة عدد من القطاعات بالقدس، أجرى وفد طبي فلسطيني يمثل المؤسسات الاستشفائية بالقدس لقاء مع الطبيب الجنرال دوبريغاد محمد عبار مفتش مصلحة الصحة العسكرية. وتم خلال هذا اللقاء عرض مختلف التدخلات التي قامت بها المستشفيات الميدانية التي بعثت بها المملكة عبر العالم وخاصة في قطاع غزة وإفريقيا. نشكر بيت مال القدس الذي قدم لنا الدعم خاصة في مستشفى المقاصد. مستشفى المقاصد هو المستشفى التعليمي الأول، وهو المستشفى الذي تحول إليه العمليات والحالات المعقدة والصعبة. أتينا إلى هنا لكي نستفيد من الخبرة المغربية خاصة في حالات الطوارئ والكوارث، ونقوم بدراسة معا لكي نكون حاضرين متجهزين لا سمح الله إذا حدث أي طارئ. نشعر بالحفاوة والفخر لوجودنا في مؤسسة عربية مغربية بهذا المستوى. الحقيقة بعد العرض اللي رأيناها عن تطور المؤسسة منذ تجديدها في 1999 إلى اليوم والمستوى التي وصلت له وما يطمحون للعمل عليه، هذا شيء نرفع له القبعة ونفخر به. وبهذه المناسبة قام الوفد بزيارة المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، حيث طلع على التطور الذي عرفه المستشفى وخاصة منذ تجديده، كما وقف على سير مختلف المصالح. وبعد ذلك قام الوفد بزيارة لبعض المصالح والتخصصات بالمستشفى العسكري الدراسي، خاصة تلك التي تدخل في إطار عمل المستشفيات الميدانية. اطلع الوفد الطبي بمبنى المفتشية الصحية للقوات المسلحة الملكية على تجربة أيضا المملكة المغربية في مجال المستشفيات الميدانية في مختلف بلدان العالم وتحديدا في غزة خلال فترات الحروب. هذا وقد برمجت وكالة بيت مال القدس الشريف بدعم وتنسيق من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب زيارات لعدد من المؤسسات الاستشفائية الكبرى وكليات الطب والصيدلة في كل من الرباط والدار البيضاء والمختبرات الوطنية المرجعية، وذلك للتعرف عن قرب على البيئة الاستشفائية والتعليمية في البلاد واستشراف آفاق التعاون بين المؤسسات الصحية في المغرب وفي القدس بفلسطين.